قيس سعيد من 25 جويليا مسيب المشاكل نتاع البلاد الكل الاقتصاديه والاجتماعيه بالاساس راهي البطاله طلعت من 15 ل 18% وقت الكورونا عنده حكومه محمد العربي جلسي عنده, حكومه عنده تتحمل معاه المسؤوليه ويتحمل هو وزره ومسؤوليته اللي هو عينها م. حكومه عينتها هنا تعين على برلمان عينها هو وهو مسؤول على اداء الحكومه والحكومه مسؤوله معه. اليوم اللي ماسك بزمام الامور في البلاد اخر اهتماماته شيء الاقتصادي والاهتمام الوحيد اللي عنده هو اهتمام متاع يعدي الشهوه نتاعو بالاستشاره بالاستفتاء وفق الخارطه الطريق اللي عملها وحده اعلنها واحد